على أماكن التوزيع تبعنا، يعني رح تروحوا 3 مرات باليوم على نقاط معينة. مفهوم عمو سامي، علي شرح لنا كتير منيح. طيب وحكيتوا بالأجور؟ ايه طبعا حكينا، باليوم 300 ومع التأمينات ووجبة الغداء علينا. ماشي، بناسبكم؟ ايه ما في مشكلة أبدا، حتى إذا لسه بدك عمان، في ابن عمي بيشتغل، شو رأيك تشوفه؟ منشوف. نحن بدنا ناس أوادم كتير ومنوثق فيهم، إن شاء الله نكون قد الثقة. رح نبلش توزيع من أول الشهر الجاي. هلأ نحن عملنا تجربة، وزعنا 3 دفعات على الأفران اللي حوالينا، بس ممكن بكرة نصير نوزع 4 أو 5 مرات باليوم، يعني حسب الشغل. إن شاء الله. طبعا ما رح تختلف أوقات الدوام، بس عدد مرات التوزيع رح يكون أكتر. ونحن موافقين. اسم المنتج بكرتي. 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 منتجاتنا رح نبيعها بالشارع، وهدفنا انه نكبر. كل ما كبرنا رح يزيد اجاركم اكثر، فهمتوا علي؟ اول شيء بدنا نحط اسطنبول بايدنا، وبعدين بنروح على ازمير، ورح نروح على انقره، الشركات بدها تبيع للمحلات، ونحن رح نكون مسؤولين عن التوزيع بالشوارع. بدنا الناس كلياتها تعرف فينا، وشوي شوي رح نصير بكل تركيا. استناني هون يا ابني دقيقه وراجع. ليش الزلمة حامل لك اغراضي؟ شو هذا اللي عم تساويه؟ قلت خلينا نستفيد منه بشي شغلة، أحسن ما يمشي وراي وإيدي فاضية. لك أنت مو معقول منوب يا مرا. شو بدك؟ بدك مصاري؟ إيه لازمني. وينه مهند؟ راح مع جماعة الشركة ليحددوا أماكن الشغل. خدي من الصبح هو عم يركض معهم. الله ينجحه ووفقه. آمين. علي بالمحل. مهند لا، بس اللي قاله سومر مزبوط يا معلم. عم بيظبطوا شغل جديد وشايفين شغيله كمان. خليه يظبط شغله مشان تكون خسارته اكبر. خير يا أخي، عم بتدور عشي؟ ليكون بدك شقة للأجار؟ لا والله، بس ما عارفي كانوا ساكنين هون ووقفت اتذكرهم. الله يرحمها للست نيرمين، نيرمين كوفلو، أكيد بتعرفها ما هيك؟ قصدك نيرمين خانم اللي انتحرت؟ أيوة هي بعينها، الله يرحمها. تعرف؟ والله أنا كنت مسافر لبرات البلد وزمان ما شفته، بس قبل ما أجي وصلني خبر إنه اتطلقت من جوزها وبعدها انتحرت. الله يرحمه ويغفر لذنوبه. آمين. كانت آمين. ساكنة بالطابق التاسع. الله يرحمه، والله حرام. إيه كمان أنا كنت أسمع عن زوجها كلام منيح أبدا، يعني شوف ما بدي أظلمه للزلمة لأني ما بعرفه منيح. أنت بتعرفه شي؟ وأنا كمان ما بعرف، قالوا إنه مسافر، بس هي كانت تجي لعندي تشتري، ما بعرف عنها شيء. حرام والله يا خال، وجعني قلبي على حبيبة. وصلتني خبرية إنه نيرمين خانم كانت على علاقة حب مع زلمة تاني، ولما توفي هالزلمة ما حملوا عقله وجن. حضرتك شرطي كمان؟ لا والله، ليش عم تسأل؟ أبداً، الشرطة أجوا لهون شي 100 مرة مشان يسألون عن جميل بيك. هذا بواب البناية. آه هلأ هلأ قلت لي اسمه جميل؟ إيه جميل بيك، بيقولوا كان عشيقة للست نيرمين. يلا حرام ما بيصير نحكي عن موتها، بس بدك الحقيقة كانوا كتير مناح. يعني انت بتعرفه لجميل بيك؟ كان ساكن بجنب شقة المرحومة. كل الناس مفكرين انه المرأة انتحرت لانه زوجها طلقها، بس القصة مو هيك، هي انتحرت لانه جميل بيك تركها. لك خلص هلا شو بدك بهالحكي؟ اشوف هي الزلمة ترك البلد وبتلاقي هلا عايش مرتاح ومروق.
كانت المرأة مفكرة إنه بعد ما تطلق رح يتزوجها جميل، قام هو ضبغ رأضه وسافر، فقام جن جنانة وانتحرت. شو هالحكي اللي بلا طعمة؟ العم على الخبرية، والله زعلتني. قال الشرطة جاية أكثر من مرة وسألين الجيران اللي حواليه، بس من وقتها ما بقى حدا سأل عنها نهائيا. يعني هي ما انتحرت لأنه فرحات طلقها، ما هيك؟ انتحرت لأنه هذا اللي اسمه جميل راح وتركها. بيني وبينك مو مصدق، أنا حاسس أنه فرحات قتله لجميل وبعدين قتله. إيه بيجوز. لك ابني تريك هدول من إيدك، روح شوف شغلك. أمرك معلم. يعني هي انتحرت لأنه فرحات قتله حبيبة؟ شوف علي، تفكيري هلأ ملخبط. هذا فرحات مثل جورة الحمام، كل ما غمقت كل ما طلع لك وسخ أكتر. شوف مهند، أنا حاسس إنه القصة مثل ما قلت لك، هو هيك بيكون انتقم منه هن الاثنين. اسمعني، أبوك صار واقف هون، روح بعدين بشوفك. طيب علي، بشوفك. أوكي روحي، يلا بشوفك. رفيتي رايحة على ضيعتها وكانت عم بتودعني، بدها تغيب كم يوم.